صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو أفضل كتاب تنصحون به طالب العلم في إعراب كلمات القرآن؟ في إعراب كلمات القرآن هو الإعراب ما يصلح إلا بتعلم، ما يكفي فيه كتاب، ما تأخذ الإعراب من كتاب، لازم من التعلم، تعلم العربية والنحو. أما أنك تبي تأخذ كتاب وتعرف النحو والإعراب بدون شيء، ما هذا مستحيل. نعم.